أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج لقاءات تركية. اليوم يوم الثامن من آذار، يوم العالمي للمرأة، واليوم سوف نناقش قضايا مهمة جدا تهم المرأة. ومعي ضيفات كريمات من بلاد الثلاثة، من سوريا ومن مصر ومن تركيا، وكلهن شاركنا في عملية سياسية ولديهن ثقافة عالية جدا. سوف أجرب هذه الليلة تجربة جديدة، لن أعرف ضيوفي بنفسي حتى لا أتكلم كثيرا، لأن لديهن كثير ما سيقولون أو ما سيقولنا. لذلك سوف أعرف ضيفي قليلا بالاسم فقط، وسأطلب من كل واحدة منهن أن تعرف بنفسها. من يمين معي أستاذة سهير الأطاسي من ثورة السورية بالاختصار، أيضا معي أستاذة دكتور منال أبو الحسن من مصر، أهلا وسهلا بكم جميعا. ومعي أستاذة خالدة إنجكرة من تركيا، أيضا نائبة من تركيا من حزب العدالة والتنمية. أستاذة سهير الأطاسي، من هي أستاذة سهير الأطاسي؟ يمكنك أن تعرف بنفسك لو سمحت. مساكم حرية. أنا بعتبر نفسي بنت ربيع دمشق، يعني بال2001 عندما بدأ ربيع دمشق كنت مع من أسس لمنتدى جمال الأطاسي للحوار الديمقراطي، خريجة أدب فرنسي. تم اعتقالي في عام 2005 من قبل نظام بشار الأسد، وتم محاصرة المنزل لعدة شهور. بعد ذلك شاركت في كل الاعتصامات التي كانت تؤازر الثورات العربية في الربيع العربي، وتم اعتقالي في 16 آذار 2011 بعد اعتصام قمنا به من أجل مناصرة المعتقلين السياسيين في سوريا، معتقلي الرأي والضمير. تم اعتقالي في فرع الأمن العسكري. بعد ذلك كان هناك أصوات تنادي بالإعدام، تنادي بإعدامي. خرجت من المعتقل بكفالة، تواريت بعد شهر تقريبا، تواريت عن الأنظار لعدة شهور، كنت ممنوعة من السفر. خرجت في شهر كانون الأول 2011 من دمشق إلى درعا، ومن درعا عبر الساتر الترابي إلى الأردن ثم إلى فرنسا. أنا الآن نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورئيسة وحدة تنسيق الدعم الإغاثي والإنسان. أهلا وسهلا. أنا على حسب ما أعرفه أنك من أسرة سياسية أصلا قديمة، لأن في أسرتك يوجد شخصيات سياسية، أليس كذلك؟ نعم، كان هناك رؤساء جمهورية، ووالدي كان يعني هو من أسس للاتحاد الاشتراكي، وهو كان الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا. ما شاء الله. إذا نريد أن نتعرف على أستاذة دكتور منال أبو الحسن أيضا من مصر. من هي أستاذة دكتور منال أبو الحسن؟ منال أبو الحسن أمينة المرأة حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وإحدى الكادرات في جماعة الإخوان المسلمين قبل إصدار حزب الحرية والعدالة بعد ثورة 25 يناير. شاركت في العديد من الأنشطة والعمل الخيري والتنموي قبل الثورة في مجال المرأة والمجال المجتمعي وثقافة الإعلام والتربية الإعلامية للوالدين، وفي مجال قضايا المرأة شاركت في حوالي 7 مؤتمرات دولية، منها المؤتمرات الخاصة بلجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة. وثم بدأنا العمل السياسي المعلن بعد ثورة 25 يناير من خلال حزب الحرية والعدالة. تقلدت منصب أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة عن القاهرة بعد خوض 5 درجات من الانتخابات من خلال عملية ديمقراطية يعني فيها نوع من المبادرة وفيها نوع من الممارسة الديمقراطية السليمة داخل حزب الحرية والعدالة. بدأنا العمل السياسي منذ 2005 يعني قبل الثورة من خلال القيام بإدارة الحملة الانتخابية للدكتورة مكارم الديري المرشحة عن الإخوان المسلمين في حزب في شرق القاهرة. ثم نزلت الانتخابات في 2010 أمام وزير البترول، وهو الآن من المسجونين ويحاكم الآن.
بعد ذلك نزلت الانتخابات على قائمة حزب الحرية والعدالة في 2011 الانتخابات البرلمانية، والحمد لله الحمد لله إلى الآن نقوم بالعمل المجتمعي والسياسي ودعم المرأة في شتى المجالات، سواء المرأة التي تحتاج إلى رعاية خاصة أو المرأة المتميزة أو صاحبة الأعمال. أكيد أنت شاركت في الثورة المصرية أيضا. أنا شاركت في الثورة المصرية ولي فيديوهات ولي صور من أول يوم، أنا وأولادي البنات والصبيان، أنا أم الأربعة أربع أولاد وزوجة قيادي في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول سياسي في جماعة الإخوان المسلمين وهو رئيس اتحاد الناشرين العرب. أهلا وسهلا. إذن الآن نريد أن نتعرف على أستاذة خالدة إنجاكرة أيضا. من هي أستاذة خالدة إنجاكرة وكيف دخلت في السياسة؟ أشكركم جدا. Bir köylü okuma yazmayı dışarıda بدأت أتعلم القراءة أنا ابنة لأب وأم، تعلم القراءة في قرية في كتاب، ولكنني لم أؤسس في عائلة ولم أتربى في عائلة تميز بين الطفل والطفلة بالذكر والأنثى، وربما أنا محظوظة من هذا الباب لأنه استثناء. ربما بدأت في حياتي والمبادرة في حياتي بعد الثانوية، كان هناك مقاومة من ناحيتي لتدخل البعض في حياتي الخاصة والشعائر الدينية، البعض كانوا يحاولوا يتدخل بالعقائد والعباد، لم ينتبهوا لخصوصية. بعد ذلك تدخلت في الحياة الجامعية مع مؤسسات المجتمع المدني، ثم بعد ذلك بدأت كإدارية في القطاع الخاص، ثم بعد ذلك انتخبت كنائبة في البرلمان عن حزب الرفاه، ثم بعد ذلك انتخبت كنائبة في اسطنبول. الحمد لله في ذلك الوقت كنت، الآن أنا في المرحلة الثالثة، المرة الثالثة على التوالي في مجلس الأمة التركي. أشكر أننا لدينا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لدي زوج أكاديمي أستاذ في الجامعة، وهكذا هذا كله. من كان مؤثر في تشكيل شخصيتك، الوالد أو الوالدة أكثر؟ نعم بكل تأكيد الأم كانت أكثر تأثيرا، لأنها عندما كانت تربيني الحقيقة كانت تربيني طبقا لغايتنا من الخلق وغاية الله سبحانه وتعالى من خلقنا، كيف أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا وأن نخدم الناس طبقا لهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. هكذا تربيت، كاننا نجمع كثير من الأمور الملقاة أمام الطريق وأمام بيت الجيران ثم نوزعها على المحتاجين. أما والدي أيضا فكان في كل مكان يذهب إلى أي اجتماعات لجمعية معينة أو في القهوة، كان يأخذه دائما معي، وكان لديه هذه الوجاهة والقوة الرأي، ولكن الدور الأكبر كان لأمي. كيف تعرفت على أستاذ طيب أردوغان؟ أعتقد أنني دائما خلال البرامج التلفزيونية والمهرجانات والمؤتمرات وفي ظل هذه الحياة المجتمعية، كما كان الجميع كان يعرف بعضه البعض وكانت بعض الأسماء تقدم للبعض وتكرم، وبالتالي البعض قد قدموا اسمي لأن كنا داخلتهم في العملية السياسية. والحقيقة قلت له للسيد رجب طيب أردوغان أنني أقوم بهذا العمل بالخدمة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا العمل صعب بالنسبة للنساء، أنتم تعاونون هذا الأمر مع العائلة مع الزوج مع الأولاد، وهذه خدمة للمجتمع خدمة للأمة، وبالتالي كل هؤلاء الفاعلين في هذه العملية السياسية الكل يجب عليه أن يكون متحمسا قدركم وأيضا مضحيا. وأقول الحمد لله أني تعرفت عليه. الآن ربما يقولون أنني أنافق رئيس الله، أنا لا أنافق رئيس الوزراء، ولكن إذا كان هناك نساء قويات في السياسة الآن في تركيا فهو بعد فضل الله سبحانه وتعالى على وفضل السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء ورئيس الحزب. سوف نعود إليك في موضوع موقف السيد أردوغان في موضوع المرأة أو مشاركة المرأة في سياسة تركيا، إن شاء الله سوف نعود إليك في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، كما ترون أننا أمام شخصيات قيادية نسائية قوية، لذلك اليوم بما أن اليوم يوم العالمي للمرأة أنا لن أتكلم كثيرا، سأترك المجال للضيفات الكريمات. أستاذة سهير، كيف ثورة مشاركة المرأة في ثورة سوريا؟ طبعا يعني كان هناك دور جدا هام للمرأة السورية، يعني لا يمكن أن ننسى أن أطفال درعا
عندما كتبوا بأناملهم على جدران المدارس بأن الشعب يريد إسقاط النظام وهم كانوا الشعلة الحقيقية للثورة السورية، كان هناك معلمة، كان هناك أستاذة هي من اعتقلت معهم. لا يمكن أن ننسى نساء بانياس عندما قمنا بقطع الأوتوستراد من أجل المطالبة بالإفراج عن أزواجهم وعن أبنائهم أيضا. لا يمكن أن ننسى أنه في 15 آذار في الشرارة الأولى يعني للثورة كان هناك العديد من النساء وقد تم يعني اعتقال هؤلاء النسوة، وأيضا في 16 آذار يعني عندما قمنا في مقابل وزارة الداخلية بالاعتصام. طبعا في يعني في البدايات يعني ربما الدور كان هناك دور في تنظيم المظاهرات، كان هناك دور في المشاركة في المظاهرات، وأيضا يعني أسسنا للعديد من التكتلات الثورية. يعني أنا شخصيا ساهمت في تأسيس اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ومن ثم الهيئة العامة للثورة السورية عندما أردنا فعلا أن يكون هناك تنسيق ما بين الحراك الثوري في كافة المحافظات في سوريا. هناك من عملنا في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأذكر بهذا الخصوص المحامية رزان زيتونة وهي ما زالت في الداخل. يعني دور المرأة بدأ منذ تنظيم المظاهرات وتنظيم تكتلات الحراك الثوري إلى الدور الإعلامي إلى الدور الذي أيضا يساهم في رصد الانتهاكات، واستمر بعد ذلك حتى يومنا هذا. وهذا الأمر في غاية الأهمية، أنه لا يجب أن نحصر دور المرأة فقط في مجالات أصبحت يعني وكأنها هي من تعكس صورة المرأة، وبالتالي المرأة لم تعمل فقط في المجال الإغاثي والإنساني، ولكن لديها دور سياسي هام ولديها دور تنظيمي وثوري هام. يعني نحن نعرف أن في سوريا كان فيها اضطهاد على الشعب أكثر من 40 سنة، وكان فيه خوف كبير من النظام الحاكم. كيف كسرتم هذا الخوف؟ كيف كسرتم هذا الحاجز وانطلقتم فورا على الشوارع؟ وكيف خرجتم خاصة المرأة؟ لا تخاف المرأة من النظام الحاكم في سوريا؟ كيف كنت تخرجين على الشوارع؟ هلا المرأة هي أول من غبنت من هذا النظام الأسدي، على الرغم من أنه دائما كان يدعي بأنه هو النظام العلماني وبأنه هو النظام التعددي، ولكن قانون الأحوال المدنية في سوريا هو مشحف جدا بحق المرأة، إن كان من ناحية أنها لا تستطيع أن تعطي الجنسية لأبنائها، وإن كان في موضوع الحضانة. كان هناك الكثير من القوانين المشحفة حقا بحق المرأة، وكان هناك تراجع مستمر بهذا الخصوص في سوريا منذ بدايات الثورة، أقول منذ 15 آذار وحتى قبل ذلك في كل الاعتصامات التي شاركنا بها يعني لكي نؤازر الثورات العربية. ولا يمكن أن أنسى بهذا الخصوص المحامية أيضا دانا جوابرة. فعلا الشباب والشابات هم من كسروا حاجز الخوف. المعارضة السورية بشكلها الكلاسيكي تأخرت جدا، بالتأكيد كان لديها دور تراكمي هام لا يمكن أن ننكره، ولكن من كسر حاجز الخوف هم الشباب والشابات. 15 آذار عندما نزلوا في سوق الحميدية وبدأوا أن يهتفوا سوريا الله حرية وبس، كان هذا هو الشعار الأساسي، وأيضا شعار مين بيقتل شعبه خاين، اللي بيقتل شعبه خاين. هذا الشعار أنا سوف أحتفظ لنفسي بحق أن هناك سيدة يعني كبيرة في القدر وفي السن هي من همسته في أذني، وأنا أطلقته بحنجرتي يعني منذ أيام أن آزرنا الثورة الليبية في سوريا. هذه السيدة يعني بالتأكيد سأعلن اسمها يوم انتصار هذه الثورة، لأن لها الحق الأساسي في هذا الشعار الذي بات يتردد بعد ذلك على حناجر في حناجر كل الثوار السوريين في كل أنحاء سوريا. طيب شكرا أستاذة منال. أكيد المرأة المصرية أيضا شاركت في الثورة أو في تغيير النظام أو في إسقاط النظام بشكل قوي. كيف كانت مشاركة المرأة؟ يعني هل كانت من قطاع واحد أو من كل قطاعات الشعب مشاركة المرأة؟ كيف كانت بشكل عام؟ الحقيقة إحنا لما نزلنا في 25 يناير ما كانش أي حد من اللي نازل يتصور أن هذه ستكون هي الثورة، ولكن كله كان نازل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. وبصينا لقينا اللي جنبنا شباب شابات ونساء فقيرات
ونساء أغنياء، وكانت هناك طبقات عديدة جدا، مسيحيات ومسلمات، فكانت الطبقات اللي هي شاركت في الثورة كانت مختلفة جدا، معبرة بالفعل عن واقع المرأة المصرية بالحقيقة، ليست نخبة مختارة من النظام، ليست أكاديميات، ليست مرأة مثلا عاملة أو موظفة، بل هي كانت من جميع الطبقات، كنا فعلا رجال ونساء وشباب وشابات وأطفال، كنا في الميدان نهتف بهتاف واحد، حرية وعدالة اجتماعية، ومن أجل الخروج من هذه البوتقة الاحتلال الذي دام أكثر، احتلال الفرد الذي دام أكثر من 3 عقود، قابت على قلب وثروة مصر وقدرات مصر كلها، بما أدى إلى في النهاية إلى إفقار هذا الشعب الغني بطبيعته، أدت في الآخر في النهاية إلى تلاحم هذه القوى بشكل جميل جدا، يعني أذهل العالم، أصبحت هناك نوع من أنواع النموذج الذي يحتذى به، الذي يدرس في المحافل الأكاديمية، من أجل يروا كيف اجتمع هذا الشعب من أجل هدف واحد بشكل سلمي نظيف جدا، راقي جدا، قيم لم نراها من قبل، قيم تفجرت كانت في أصل وعقيدة الشعب المصري، ولكنها تفجرت في يوم واحد، فيها الحب والإخاء والإيثار، فيها الإحساس بالفخر والعزة، فيها كل مشاعر القيم النبيلة التي تفجرت في يوم واحد دون سابق إنذار. يعني النظام المصري ما كان يقل ربما من أنظمة العربية الأخرى في البطش يعني وفي الاضطهاد، وكان لقاء الشعب بين بعضهم كانت قليلة، إذا اجتمع مجموعة من الناس كانوا يقبضون عليهم مباشرة. كيف كسرتم أنتم هذا الخوف في مصر؟ والله كانت المرأة، إحنا عندنا تسجيل إلى الآن موجود، إحنا كنا حوالي 4 سيدات في نفس المكان في ميدان التحرير، أول ناس إحنا من الناس سجدوا على صلينا العصر في ميدان التحرير يوم 25 يناير. إحنا كان بيأتي الشباب اللي هو بيمسك بيهم الشرطة، رجال الشرطة، علشان يضعوهم في عربيات البوكس ليرحلوهم أو يمارسوا يعني يعتقلوهم، ولكننا كنا ندخل ونأخذ هؤلاء الشباب ونقول ابني، يعني سيب ابني سيب ابني، فالضابط يعني يضحك، كان في شعور غريب يعني يضحك، كل دول أولادكو، فكان أي حد يمسكون نروح ناخده منهم ونسيبه. بعدين لما بدأت الهجوم شديد جدا من الناس من كل مكان في مصر وكل ميدان، كان اللي كنا نعرفه أنها كانت هتبقى التجمعات في ميادين مختلفة في مصر، ولكن كلها اتجمعت من خلال ميادين، اتجمعت في ميدان التحرير. هذا التجمع الرهيب جدا أذهل النظام وعمل نوع من الخلل والشلل في نفس الوقت، فأصبح خلاص غير قادرين على التحكم في هذا الكم الهائل من البشر، فتركوا الميدان، وظهرت زي ما قلت لحضرتك تفجرت قيم بقى الميدان وقيم الأخلاقية النبيلة اللي احنا ما كناش نتصورها موجودة فعلا في الشعب المصري. نعم، شكرا أستاذة خالدة. كما رأينا أن يعني نساء العربيات لديهن بطولات كبيرة، وشاركنا في الثورة في ربيع العربي، طبعا ليس لدينا ربيع العربي أو الثورة في تركيا على الأقل في وقت الراهن، لكن هل ترون مشاركة المرأة في عملية سياسية مشاركة في مستوى المطلوب أم لا، أو إذا كان فيه خلل ما السبب في ذلك؟ في الحقيقة أمامنا الآن نموذجان لامرأتان بطلتان الحقيقة، وأنا الحقيقة متحمسة جدا لأن أكون معهما في هذا البرنامج. هاتان السيدتان كتبوا تاريخا وكتبوا عملية ثورة متكاملة في بلديهما، ربما هما الآن يعيشان ولكن التاريخ سيخلدهما الآن. في الآن نحن نكتب بعض الشيء، نكتب عن أمهاتنا، عن أخواتنا الكبيرات، نتكلم دائما عن تضحياتهن، وبالتالي
لذلك نحن نعيش الآن. وبالتالي الآن ضحوا بحياتهن وأوقاتهن وجودهن. وبالتالي أنا معجبة جدا وأقدرهن جدا بهذه التضحيات التي قدمتها. الآن نحن الحقيقة ذكرتان بحرب الاستقلال التركية، كيف في الأناضول نساء كانوا يحملون السلاح والمدافع والبنادق على ظهرنا، ثم بعد ذلك يساعدنا الرجال في الحرب. لم تكن هناك التكنولوجيا الموجودة اليوم في ذلك الوقت، وكيف دعموا الرجال في الحرب، وكيف كل هذه الحرب البطولية ضد الاحتلال في الأناضول كانت البطلة الحقيقية هي المرأة، لأن المرأة قوتها الفيزيائية، قوتها الجسدية الحقيقة تتخطى قوة الرجل، لأنها أم ولأنها أخت ولأنها ابنة ولأنها زوجة. وبالتالي يرسلنا الأمهات يرسلنا أولادهن بعمر 16 و 17 إلى الجبهة للحرب، وبالتالي يحرمنا أنفسهن من كثير من الأمور، ولكن يحملون الأسلحة لدعم الجبهة. الآن الأخوات يتكلمن، الأخت من مصر دكتورة منال تتكلم عن نعم أبناؤنا، والأخت أيضا سادة سهير، أنتم تكتبون التاريخ والتاريخ سيخلدكن. لا أعرف كيف ستعلم الحقيقة، أصبحت الآن غير قادر على التعبير عن أحاسيسي. هذا النضال الذي خطمه أن أنتم أتذكرني بالنساء التركيات التي ضحين طول هذا الطريق الطويل في طريق تركيا. الحمد لله رب العالمين، وأرى كيف الأمر استطاعت أن تنتج وأن تنجز، ولكن نحن الآن حملنا هذا الحمل الثقيل من أمهاتنا وجداتنا التي أعطونا هذه الدولة وهذه الجمهورية، ونحن الآن دخلنا العملية الديمقراطية. كان هناك ضغوط نفسية وحروب نفسية ضدنا، كل ظلم كان يقع أكثر شيء على الأطفال والنساء. دائما في كل الحروب أكثر الضرر يقع على المرأة وعلى الأطفال. الفقر أيضا يضرب أكثر ما يضرب الأطفال والنساء. اذهبوا إلى كل الدنيا ستجدون أن الأكثر ضررا وظلما المرأة، ولكن من يكتب التاريخ أكثر هو المرأة دائما. هذه الذكريات التي ذكرتها قبل قليل عن تركيا في حياة الثانوية، كما نعرف جميعنا في تركيا عدد النساء كان أكثر من نصف النساء، ولكن كانوا محرومات من العمل السياسي. لدينا الحق من الانتخاب الحقيقة، وبعد ذلك أعطيت بعض النساء حق أن تنتخب، ولكن نحن لاحظنا بعد ذلك كنا جاهزين للحكم والسياسة، رأينا أن من الذي لا يستطيع أن يحصل على حريته المادية والمعنوية كامرأة لن يكون هناك نجاح كبير لها في السياسة، ولا حتى تكون لها حريتها الفردية أن تتعيشها وتتنعم بها. وبالتالي إذا سألتوني ما الذي فعلناه نحن منذ أن أتينا إلى الحكم، منذ أن دخلنا السياسة، اهتممنا بالتعليم أولا، أخذنا احتياطات مهمة جدا للتعليم، ضمننا أن تذهب بالأطفال والطفلات التي كانوا يمنعنا من الذهاب للمدارس أن يذهبوا إلى المدارس. ثم بعد ذلك نظرنا للمرأة كهي موروثة ووريثة هذه الجمهورية والحرب الأناضول. أردنا وعملنا دائما أن ترتفع نسب القراءة والكتابة في الأمهات والنساء في كل القرى، في كل المدن، في كل مراكز التعليم. الآن لننظر إلى نسب الأمية الآن في تركيا، الحقيقة موجودة الآن في الأعمار الكبيرة جدا، ولكن كلما نزل السن والعمر كان هناك نسبة الأمية الحقيقة قريبة من الصفر. إضافة إلى ذلك اهتممنا، إضافة إلى تعليم البناتنا وزوجنا، أيضا حاربنا ضد الزواج المبكر جدا الظالم للطفلات. زواج الطفلات كان موجودا في بعض المناطق الريفية، الطفلات التي يزوجنا ضد رغبتهن ورغم إرادتهن، وبالتالي كان هناك ما يسمى جنايات الشرف أو جرائم الشرف في تركيا في بعض المناطق الريفية. أيضا هؤلاء القتلة ولهذه الجرائم حاربناها بشكل واضح جدا في سياستنا، يزوجون الطفلة في عمر باكر جدا، ثم بعد ذلك يقتلون بعض الأطفال أيضا. والغريب والمثير في الأمر الحقيقة أنهن يقتلن هذه الطفلة، ولكن الأب أو الأخ الكبير الذي يقتل هذه الطفلة أو يقتل هذه المرأة كان يخفف عليه العقوبة، وتخفف عليه العقوبة والسجن والحكم. وبالتالي أنا أرى أن المرأة هنا مظلومة الحقيقة، ورغم ذلك أن هناك قوانين
تحسين وتدابير تقوي هذا الاتجاه الخاطئ في العادات والتقاليد. سنعود إلى هذا الموضوع. الآن أريد أن أتحول إلى أستاذة سهير إذا تسمحين لي. أستاذة سهير، في بداية الثورة السورية كنا نلاحظ أن المرأة كانت تشارك بالقوة، كنا نرى في التلفزيونات أن المرأة كانت تشارك بشكل قوي، لكن بعد أن تحولت الثورة إلى عملية مسلحة، ثورة مسلحة، كأن مشاركة المرأة خفت الآن، لا نرى المرأة كثيرا. ما السبب في ذلك أو أنا مخطئ في هذا الموضوع؟ هلا طبعا من المهم الحديث، يعني وكما قالت أيضا زميلتي أنه فعلا في البداية، وأنا أذكر يعني مظاهرة قمنا بها تضامنا مع الثورة الليبية، أذكر أنه حينها يعني قررنا أن نتقدم صفوف المظاهرة كنساء من أجل أن نحمي الرجال. يعني اعتقدنا حينها أن المخابرات السورية قد لا تتطاول على المرأة مثل ما يمكن أن تفعل بخصوص الرجل، ولكن كانت صدمة رهيبة. يعني فعلا سحلنا في الشوارع يعني حينها، وكان هناك أقذر الشتائم. فيعني ما أود قوله أن النظام السوري تعامل مع المرأة كما يتعامل مع الرجل تماما، وربما أكثر من ذلك. سنتحدث لاحقا بخصوص الانتهاكات. أما عن دور المرأة السورية لاحقا، فأنا أعتقد أن الإعلام بدأ يركز عندما يعني أصبحت هناك ظاهرة الجيش الحر، عندما حمل البعض السلاح من أجل الدفاع عن المظاهرات السلمية. أنا أريد أن أقول أنه حتى يومنا هذا العمود الفقري للثورة السورية ما زالت هي عبارة عن الحراك السلمي حتى يومنا هذا. لذلك نحن نقول بأنه عندما حمل البعض السلاح وعندما تطور هذا الموضوع أكثر فأكثر، بدأنا بحماية المدنيين، ثم انتقل هذا الجيش من الموقع الدفاعي إلى الموقع الهجومي، يعني نوعا ما بسبب بطش النظام وأيضا بسبب تخاذل المجتمع الدولي. بالتأكيد الإعلام بدأ يلتفت بشكل أكبر على يعني على تسليط الأضواء بهذا الخصوص، بخصوص المقاتلين، بخصوص المعارك التي تدور. أصبح يهمل شيئا فشيئا حتى المناطق التي ما زالت حتى الآن تنطلق فيها المظاهرات حالما تهدأ طائرات الميغ و هناك حتى الآن حراك مدني مهم. وأقول بهذا الخصوص مثلا المجالس المحلية الموجودة الآن في المناطق المحررة، يعني الآن هناك فتيات وشباب ونساء ورجال، يعني فعلا هناك عمل دؤوب من أجل إعادة بناء البنية التحتية التي يقوم بتدميرها النظام السوري. هناك عمل دؤوب من أجل إعادة بناء المؤسسات التي أيضا يدمرها النظام السوري. هذا الشيء لا يقوم الإعلام بتسليط الأضواء عليه بشكل الفعال. حتى الآن المرأة فاعلة، ليست فاعلة فقط يعني في العمل الإغاثي، على أهمية العمل الإغاثي، هي فاعلة أيضا في دعم الجيش الحر، في دعم معيشة الجيش الحر، هي فاعلة في المجال الطبي. يعني أنا أعرف إحدى الفتيات في الهلال الأحمر، يعني لم يكن لديها أي سابق معرفة كيف تخرج الرصاصة أو كيف تقوم ببعض العمليات الجراحية. الآن أصبحت تقوم بإخراج الرصاص وبالعمليات الجراحية البسيطة. أصبحت تقول لي كيف أصبحت أيامها مرتبطة بلملمة الأشلاء من الأرض. فعلا النساء اليوم يقمن بعمل شجاع يعني بشكل ملحوظ حتى الآن. يعني وكم أيضا كما قالت زميلتي، هم فعلا خلصنا الرجال من بين أيدي الأمن، ولكن أنا أدعو النساء اليوم إلى ما هو مهم جدا، أدعو النساء إلى النزول والجلوس مع الكتائب المقاتلة. يعني هناك دور جدا مهم للمرأة، وهي أن تندمج بالكتائب المقاتلات. نحن لدينا مقاتلات، أصبح لدينا مقاتلات في الجيش الحر، ولكن أنا هنا لا أدعو النساء يعني إلى موضوع حمل السلاح، مع أنه أيضا حق يعني لمن يريد أن ينضم إلى صفوف الجيش الحر، ولكن أنا أدعو المرأة إلى الجلوس والحوار مع الكتائب المقاتلة اليوم على الأرض. العنف الذي يمارسه النظام السوري، العنف الرهيب الذي يمارسه النظام السوري، قد يولد في بعض الأحيان أيضا العنف. نحن نريد أن نحافظ على روحية الثورة. أنا نزلت إلى المناطق المحررة وجلست مع الكتائب، مع كتائب المقاتلين، وجلست حتى مع من يعني هناك يتم الترويج اليوم بأن هناك بعض المتطرفين. هؤلاء هم، سنعود إلى موضوع المتطرفين. أستاذة منال، المرأة المصرية قامت بثورة أو شاركت في الثورة وكان لديها مطالب. هل المرأة المصرية بعد سقوط النظام
استطاعت أن تحصل على طموحاته أو طموحات المرأة تراجعت أكثر؟ تمام. بالنسبة للاشتراك المرأة في الثورة، الحقيقة يعني من أول يوم لم تنادي المرأة في ميدان التحرير بقضايا تخص المرأة، ولكنها كانت تنادي بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية بشكل عام لكل لمصر كلها، للمواطنين كلهم، لأولادها، لزوجها، لنفسها، لبنتها. يعني المطلب كان مطلب نهضوي حر للبلد بشكل عام، مش لفئة معينة للمرأة أو لقضايا معينة من قضايا المرأة. ولكن طالما حدثت هذه الثورة المباركة ودخلنا في عصر جديد والحمد لله، هذا العصر له استحقاقاته. لا استحقاقاته، يمكن كان طموحات المرأة قبل الثورة لا طموحات مكبلة، يعني مسجونة محطوطة في شرنقة لا تستطيع الخروج منها، لأنها كانت إذا شاركت في الانتخابات يزور صوتها، إذا تقدمت للترشح للانتخابات يأتي غيرها، سواء كان من النساء أو الرجال التابعين للنظام، إذا دفعت عن زوجها زوجها يعتقل، ابنها يعتقل، فلا تستطيع أن تعبر حتى عن رأيها الحر داخل التلفزيونات ووسائل الإعلام الحكومية نفسها. يعني كان هناك في قيود على الإعلامي، حتى الإعلامي اللي هو كان تبع النظام لا يستطيع أن يتحرر من هذا النظام ويقول الكلمة التي يريد أن يقولها للشعب أو للجمهور. فإذا بعد ذلك أصبحت هناك طموحات بقى أخرى، هذه الطموحات هي استحقاقات الثورة. الطموحات دي لها حق في التصويت، حقها صوتها يكون حقيقي، وإن ما كانش عندها البطاقة أو ما إلى ذلك لها الدولة يعني تؤهلها لهذا الانتخاب ولقيام بممارسة سياسية داخل الدولة نفسها، حقها في اختيار اللي هي عايزاه، حقها في أخذ بقى المشكلات، يعني حل المشكلات الخاصة بالمرأة نفسها من أمية ومن مرأة فقيرة أو معيزة أو المرأة المعيزة اللي هي محتاجة فعلا الأموال أو ما عندهاش تأمينات، المرأة في المرض، في كل القطاعات اللي هي خاصة بالمرأة، حقها في أنها تأخذ مكانها للمرأة المتعلمة اللي هي خدت ماجستير ودكتوراه ومش متعينة، يعني ما قدرش أن هي تساهم في نهضة بلدها. دي طبقة أخرى من الطبقة اللي هي المفروض من استحقاقات الثورة. المرأة اللي هي متميزة حقها في أنها تاخد المكان بتاعها داخل المؤسسات الحكومية اللي ما كانتش تستطيع أنها تتوظف فيها من أجل المحسوبية والرشوة ما إلى ذلك، دلوقتي تستطيع إذا أي حد جه ياخد مكانها وهي أقدر منه تستطيع أن تقاضيه وتأخذ حقها بالفعل. فإحنا هذه هي الاستحقاقات المفروض بقى كمان المرأة المتميزة تاخد بإيد المرأة الفقيرة أو المرأة اللي هي محتاجة، لأن إحنا عندنا يعني 17 مليون فقير، 17 مليون أمي، أرقام يعني مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي ضعيفة جدا، محتاجين أنها تاخد يعني 23%، مشاركتها في البرلمان كانت أقل من 2%، فالمشاركات اللي هي الفعلية للمرأة في الواقع الفعلي محتاج أنه تاخد المرأة مكانها الحقيقي، خاصة وأن نسب المرأة اللي هي حاصلة على الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا عالية أكثر من 60% من إجمالي الخريجين. فبالتالي وجود كوادر فعلية للمرأة في مصر بالفعل، حتى في حزب الحرية والعدالة عندنا أكثر من 3000 كادر نسائي قادرات فعلا على الدخول في المشاركة السياسية في المجال السياسي في مصر، فبالتالي هناك المجال مفتوح والمرأة فعلا مؤهلة لأنها تأخذ مكانها بالفعل. يعني إحنا محتاجين بقى هذه الاستحقاقات تحصل عليها، ولكننا إلى الآن مصر تعاني من مرحلة انتقالية لم يكتمل مؤسسات الدولة بعد، خاصة بعدم انتخاب أو تكوين المجلس البرلماني النيابي، وبالتالي نحن لسه في مرحلة انتقالية ونعاني معاناة شديدة جدا بسبب الثورة المضادة وأعوان الثورة المضادة. شكرا. أستاذة خالدة، استمعنا إلى ما تجري في بلاد العربية، فيها تحسن وفيها مشاكل، لكن يعني عندما ننظر إلى تركيا فيها ربما يعني أشياء جيدة، تركيا متميزة في بعض الأمور، أيضا هناك مشاكل في الدول الغربية ودول الأمريكية اللاتينية والجنوبية في اضطهاد المرأة،
أيضا في نفس الوقت هذا الاتحاد موجودة في تركيا على حسب ما نقرأه في الصحف والإعلام. صحيح أن تركيا الحكومة الحالية تتخذ قرارات جديدة في كل مرة، لكن في نفس الوقت قرأنا أن هناك 9000 شرطة خصصت لحماية بعض النساء في تركيا اللواتي مررنا بالشدة أو بالاضطهاد من أزواجهن. لماذا لا نستطيع أن نقضي على هذه التصرفات السلبية من قبل الرجال على النساء؟ هل نستطيع فقط نحمي النساء بالشرطة؟ Şimdi tabii hiçbir konuşmayı ben arkadaşlarımın konuşmasından bağımsız. الآن لا أستطيع أن أتكلم بطريقة منفصلة تماما عن زميلتي. إحداهن تتكلم عن تضحيات كبيرة بالدماء والعرق في سوريا، وإن شاء الله تنتهي في أقرب وقت ممكن لانتصار الشعب. وفي الطرف الآخر هناك ثورة مصرية عارمة دون أن تهرق الدماء، يحاولون إكمالها في مصر وعملهم صعب جدا الحقيقة أمامهم مهمات، وبالتالي ربما مشاكلنا نحن لا نستطيع أن نتكلم عنها أمام هذه التضحيات الكبيرة، ولكن لاضطرار نتكلم. كم أخذت بعض الجمل والاقتباسات من كلمات الدكتورة منال، الحقيقة مهمات جدا. إذا لاحظتم قالت نحن كنساء لم نخرج فقط من أجل حق النساء، وبالتالي الحقيقة هذه هي المستوى الفكري الذي وصلت إليه المرأة. الحقيقة أن المرأة دائما تضحي بحقوقها الفردية، نحن بشر، نحن المرأة إنسانة طبعا، وبالنهاية ذكية وتستطيع أن تقوم وتنجز أكثر من الرجل في العلم، في الاقتصاد، في العلم الاجتماع، بالحالة الفكرية، بالحالة العلمية. لدينا الكثير مما نستطيع أن نقوله ونفعله، والحقيقة هناك حقوق أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا حين خلقنا، ولا ننتظر من الرجل أن يسمح لنا بذلك، نريد فقط أن لا يمنعنا الرجل عن ذلك، وهذا كل ما نطلبه. ولذلك أريد أن أؤكد على كلام الدكتورة. أيضا في سوريا السيدة سهير عندما تكلمت عن حق المرأة ومشاركتها في الثورة ودورها، نعم أيضا هنا في تركيا كونوا متأكدين أنه هناك دور مهم جدا للمرأة، في أن تركيا الآن في هذه الصورة البراقة، الملايين من النساء المشاركات في العملية السياسية في الأحزاب المختلفة. هذا الدور للمرأة هو الذي أعطى القوة الكبيرة للحزب الحاكم الآن، ولديهم دور مهم جدا. والحقيقة أننا محظوظون أن رئيس الحزب ورئيس الوزراء منتبه جدا ومتيقظ لدور المرأة، ويستطيع أن يقويها ويريد أن يقوي دور المرأة. إذا لاحظتم اليوم في كل الكلمات التي قالها اليوم رئيس الوزراء في احتفالات المرأة كان يقول أي الرجال الذين يمارسون العنف للنساء، أنا أدعم هؤلاء النساء. تعرفون في الأناضول الكثير من العائلات، عندما في العائلات الكبيرة جدا الزوج أو الأخ الكبير أو الأب لا يضربون المرأة بشكل سهل جدا، لأنه إذا أي أحد يضرب المرأة يحاسب على ذلك في المساء من رئيس العائلة. ولكن إذا كانت المرأة دون دعم ودون إسناد ربما يضربه البعض أو يظلمها أو ما شبه. وبالتالي اليوم رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان قال أمام الجميع أنني أنا الذي أوقف وراء المرأة وأنا أدعم المرأة، لن أسمح بأحد أن يهينها ويظلمها. بالتالي الظلم دائما يشرح لنا ويفتح لنا الأبواب لنعرف ما الذي يحصل في المجتمع. الآن نتكلم عن أرقام بسيطة ربما لكنها مهمة جدا، لأن التغيرات والتعديلات القانونية أدت إلى أن المرأة تغلبت على خجلها وأصبحت تذهب إلى القاضي وتشتكي على أي حد يضربها أو يظلمها. القانون قال لها نحن ندعمك، أخرجي عن خجلك وخوفك وقولي من الذي يظلمكم. هذا أعطى الحرية للمرأة تتحرك، وكان عندها القابلية أن تتحرك. كانت المرأة تذهب إلى مركز الشرطة فيقولون لا نستطيع أن نتدخل بين المرأة وزوجها، فتعود إلى بيتها خائبة. كل الأبواب كانت مغلقة أمام المرأة، ليس لها حرية وخصوصية مالية أو ذمة مالية خاصة. وبالتالي الآن انظر إلى كل هذه الأمور. الآن المرأة أصبحت قوية مع التغييرات القانونية، مع دعم أهل أبناء العائلة، وبالتالي لا يستطيع أن يظلمها بكل سهولة. ولكن لا أستطيع أن أقول ليس فقط داخل العائلة ولكن في العمل أيضا، كل هؤلاء الرجال والذكور بخبراتهم وتراكمياتهم التاريخية يريدون أن يبعدوا المرأة عن الدور التي تقوم به في العمل، وهذا أيضا نوع من أنواع الاضطهاد والعنف ضد المرأة. ليس كثيرا ولكن هناك عنف ضد المرأة، يجب علينا أن نعترف. وهذا ليس فقط خاصا بالنساء في تركيا ولكن النساء في كل أنحاء العالم، في كل دول العالم ما زلنا يناضلنا ضد العنف ضد المرأة. وبالتالي
قاومنا واستطاعوا أن يناضلنا وأن يستمرنا في هذا الأمر. أنا أعتقد أن الدور الأكبر لدى المرأة. إذا سألتم ما الذي فعلناه، كما ذكرت السيدة سهير، هناك جمعيات مهمة جدا للمرأة القوية، نحن نتعامل معهن، نتعامل في السياسة ونتعامل أيضا في المجتمع على الأرض، وبالتالي أيضا داخل الحزب لدينا كثير من الكوادر النسائية القوية. أستاذة سهير، كيف استفدتم من تجربة المصرية في الثورة؟ هل كان هناك تأثير ثوري على الشعب السوري من تجارب الثورات العربية الأخرى من ربيع العربي؟ أو كنتم قد خططتم الثورة قبل ربيع العربي أصلا يعني؟ هلا بالتأكيد دائما يعني كان هناك طموح لدى الشعب السوري بأن يبدأ هذه الثورة. ربما هو كان حلم، هو كان بمثابة حلم، ولكن عندما بدأت الثورة في تونس وعندما رحل بن علي بدأنا نستشعر بأن سيكون هناك يعني فعلا هناك جيل شاب جديد يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية وبكل جرأة، ويستطيع أن يكسر جدار الخوف والصمت. أنا أذكر تماما أننا بدأنا العمل مع الأخوة والأخوات المصريين في قضية طل الملوحي. قضية طل الملوحي بدأنا بها حتى قبل الثورة المصرية. طل الملوحي هي مدونة اعتقلت من قبل النظام السوري، كانت أصغر معتقلة يعني في 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 سجون الأسد، طفلة يعني تم اعتقالها وهي عمرها 17 سنة تقريبا، فهي كانت أصغر معتقلة. وأذكر أن أول مظاهرة قمنا بها كانت عبارة عن مظاهرة إلكترونية. نحن في سوريا لم يكن هناك فعلا من يتجرأ على النزول في الشارع في سوريا. أول مرة تم النزول إلى الشارع يعني كان فعليا مع المظاهرة مع الثورة المصرية. نزلنا إلى الشارع من أجل دعم الثورة المصرية، وهنا بدأت هذه الشعلة. يعني أنا أذكر تماما أنهم مع قدوم الثورة الليبية عندما كنا نهتف يعني في مواجهة السفاح الليبي، كنا ننظر في عيون بعضنا البعض وهناك بريق، ونحن نعلم أننا ماذا نقصد. لذلك أنا قلت أنه عندما هتفنا خاين اللي بيقتل شعبه، نحن وهم كانوا يعلمون أننا نقصد بشار الأسد. ولذلك عندما بدأنا نراكم مع الثورات، يعني بالتأكيد وبالطبع الثورات العربية شجعت الثورة السورية في سوريا. أنا يعني اسمحوا لي أن أقول يعني وأعتقد أن يعني النساء هنا يعني يوافقنني الرأي بأن الثورة السورية يعني ربما الآن مع كل هذه التضحيات أصبحت هي أم الثورات العربية، لأنه فعلا الثمن الذي يدفعه اليوم الشعب السوري هو يفوق كل التصورات، أيضا حتى في مقابل التخاذل الدولي. وأنا بهذا الخصوص فعلا أشكر الموقف التركي الذي دعم الشعب السوري بدون أي مقابل، بدون أي طلب ولاءات، وبدون أي تمييز بين سوري وسوري، مهما كان جنسه، مهما كان عرقه، مهما كان دينه. يعني اسمحوا لي فعلا أن أشكر الموقف التركي بهذا الخصوص. طيب عندي دقيقتين ونصف فقط. بالنسبة للثورة المصرية، هل كان هناك أيضا تأثر من الخارج؟ يعني إلى حد ما الثورة السورية تأثرت من الثورة التونسية، تأثرت من الثورة الليبية، اتخذته قدوة إلى حد ما حتى في شعاراتها إلى حد ما. هل الثورة المصرية أيضا تأثرت من بعض البلدان الأخرى؟ هي من ضمن ثمرات الربيع العربي أن إحساس العربي أنه قلب واحد وأنه نبض واحد. فالأمل شرارة أو احتراق جسد التونسي كان احتراق وأيضا شرارة في كل المنطقة العربية للانطلاق للحرية. فده عمل جرأة لانطلاق الحرية، رغم أن اثنين من المصريين قاموا بحرق أنفسهم أمام مجلس الشعب في مصر بعد هذا الحادثة من أجل أيضا التعبير أو انطلاق الثورة، إلا أنهم لم يحدثوا الثورة في مصر مثلما أحدث التونسي الثورة في مصر. تستغرب على هذا الموضوع، أن إحساسنا بالثورة العربية كان إحساس أقوى وأوسع لنجدة الأمة العربية بحالها، لأن إحساس خلاص يعني المواطن العربي فقد يعني كان سيفقد هويته بمعنى انتهائه، ويعني خلاص يعني أصبح المواطن فقد أمله في الحياة.
فقد أمله في الحياة، وهو من واجهه الآن من الثورة المضادة في دول الربيع العربي بأكملها اللي هي حدث فيها الثورات ونجحت فيها الثورات. رجوع مثل هذه الفئات مرة أخرى اللي هي الثورة المضادة حتى لاحتلال أماكن الثورة البيضاء ومحاولة تشويه هذه الثورة من أجل عدم إقناع أو إقناع الثوار بأن أنتوا يعني الحمد لله ربنا نجح هذه الثورات، في حد ذاته هذا الأمر في حد ذاته بيرجعنا إلى التثبيت والتمسك بمكتسبات الثورة العربية في كل الدول العربية، وأن يساعد المصري يساعد السوري. وحظك إحنا وقفنا الحزب الحرية والعدالة وقف قدام الجامعة العربية وعملنا مسيرة مخصوص للنساء من أجل نصرة الشعب السوري، مثلما وقفنا لنصرة الشعب اليمني والتونسي. وإن شاء الله إحنا عندنا أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يحرر المرأة في كل الدول العربية، لأنها فعلا كادر، المرأة كادر تستطيع في الدول العربية أن تنهض لوحدها، تنهض بهذا الشعب بإذن الله. مشاهدينا الكرام، اليوم يوم العالمي للمرأة، الكلام للمرأة، لذلك نحن الآن لا نتدخل ولا نأخذ وقتا كثيرا، لكن يعني أعطينا المجال للضيفات كريمات. بعد فاصل قصير سوف نعود إليكم في نفس الموضوع، ابقوا معنا. Remember, you wanted this. No, we're all gonna have to be in this wedding now. No reason to hide. I know you are. Sorry. Not something, everything. You know Stefanski, no? Dance with me. عالم السينما في الأوقات الآتية. الثقافة والسياسة، اللغة والأدب والفلسفة والتاريخ، الفكر المعاصر وقضايا العالم الراهنة، حوارات معرفية مع نخبة من الأكاديميين والمفكرين وصناع القرار، مع برنامج منتدى المفكرين على شاشة تركيا. أعزائي المشاهدين، اليوم يوم العالمي للمرأة، لذلك نحن نناقش قضية المرأة في العالم العربي والإسلامي وتجربة الثورة السورية وتجربة الثورة المصرية في قطاع المرأة فيما يخص بالمرأة. أيضا نتكلم عن تجربة تركيا في مجال السياسة. الآن أريد أن أعود إلى أستاذة خالدة من جديد، وأريد أن أستفسر لماذا المرأة التركية لديها طموح كبير في السياسة إلى هذه الدرجة؟ يعني ما سبب ذلك؟ أيضا هناك قطاع كبير خاصة في حزب العدالة والتنمية من النساء المتحجبات حرمنا من المشاركة السياسية خاصة في دخول في البرلمان. تجربة ماروة كوكتي كانت تجربة سلبية جدا. الآن أحزاب السياسية في تركيا لم يتجرؤوا أن يرشحوا المرشحات من المتحجبات. أولا، لماذا المرأة التركية لديها طموح كبير في السياسة؟ ثانيا، كيف تتعاملون مع المتحجبات اللواتي ينشطن كثيرا في انتخابات العامة من المتحجبات مع المتحجبات؟ Şimdi tabii Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti التاريخ السياسي لتركيا إذا أردنا تقييمه، ليس نتكلم فقط عن المرأة ولكن حتى الرجال ظلموا دائما، وكان عندنا حوالي كل 10 سنوات مرة تدخل في الحياة السياسية. بعض المجموعات كانت
تستهدف العملية السياسية وتضرها وتقطعها بهدف الحفاظ على مصالحها هي بانقلابات عسكرية وتدخلات بالسياسة، وكان المستقبل تركيا دائما يتغير. وبالتالي هؤلاء الرجال الذين كان لديهم خبرة سياسية لعشر سنوات كانوا دائما يمنعون من التعامل بالسياسة أو كانوا حتى يوضعون ويودعون في السجن. وبالتالي النساء لم يكن لهن هذه الفرصة الكبيرة للمشاركة في الحياة السياسية، وبالتالي هناك خبرة ضئيلة للمرأة في السياسة وتراكمية خبرة معينة قليلة. ربما هذا أهم هذه الأسباب، هذه الفترات الصعبة التي مرت بها السياسة التركية الحقيقة. وبالتالي المرأة تغلبت على هذا الأمر بدخولها بمنظمات المجتمع المدني الآن بالقيم السياسية والحرية الموجودة، وأيضا بالقيم المعتدلة والمقيمة الإيمانية الحقيقة. المرأة المحافظة قوت نفسها كثيرا بعيدا عن هذه السياسة. كما ذكرتم السيدة مروة قوكتشي عندما انتخبت في البرلمان في تسعينات القرن الماضي كنت مرشحة لذلك، ولا أعرف أن كنتم لاحظتم لا، كان هناك عندما يتكلم البعض الآن عن حقوق المرأة وكأنهم عصريات جدا، كانت السيدة مروة وقوتشي ظلموا السيدة مروة كثيرا، ظلموا نساء أطفالها، ظلموا عائلتها، وبالتالي كنا قلقين جدا هذا الأمر. السيدة مروة ربما الكثير من كانت أذكى من كثير من هؤلاء الرجال والكثير من هؤلاء النساء، وكانت كفاءة أكثر منهم، وانتخبت من الشعب وكانت قبل أي شيء امرأة. الحديث فقط عن اللباس الذي يحدد أنها تنتخب أو لا تنتخب لا يجب التفكير بها، ولم يستحوا حتى دخلوا إلى في إرادة الشعب وتدخلوا في إرادة الشعب كيف انتخبها الشعب، ثم بعد ذلك استخدموا قوة مادية ليخرجوها من القبة تحت قبة البرلمان بهذه القوة وبهذا التدخل الغير مقبول أبدا والغير منطقي. نحن داخل الحزب الحقيقة ليس لدينا من هو فوق من هو تحت، نحن عادة طريقة تفكيرنا أن البنية التحتية للعدالة والتنمية أن نخدم المواطن، وبالتالي نريد أن نخدم الإنسناس ونريد أن نأخذ الأجر في الدنيا وفي الآخرة. لا نريد فقط أن نكون نوابا في البرلمان، أنا ربما لا أكون نائبة في المستقبل، ربما أكون في مجلس محلي، في أي جمعية، في مؤسسة مجتمع مدني، أي شيء يطلب منا سوف نقوم به على أفضل وجه. هذا الذي نفكر به كرجال وأيضا كنساء في حزب الحرية والعدالة. السياسة ليست فقط أن تكون نائبا في البرلمان، ليس فقط أن تكون واليا أو محافظا أو قائم مقام، ولكن في الحياة الفعلية أنتم أيضا في الدول العربية لديكم فترة انتقالية. في الفترات المتوسطة الانتقالية إذا لم تقوي المرأة لن تستطيع أن تقوي المرأة في البرلمان. نحن نتكلم عن تركيا الآن، في عام 1981 كان هناك والية واحدة امرأة، ولكن كان هناك الكثير من النساء في كثير من الأماكن السياسية. السياسة ليست فقط أن تكون نائبا في البرلمان، انظر إلى الأحزاب، كيف لدينا كم عدد النساء القائدات أو رئيسات الفروع المدن الكبيرة في كثير من الأحزاب، انظر إلى المحافظين، انظر إلى القائمة، انظر إلى المستشارين، إلى القضاء، إلى المحاميات، أيضا حتى الذي يأتي إلى البرلمان من أين يأتي؟ يأتي من خبرة سياسية معينة كانت قد خبرت بها، تأتي أكاديمية أو تأتي رئيسة حزب ما من أماكن من مدينة معينة، وبالتالي لا تستطيع أن تقفز مباشرة إلى البرلمان دون أن يكون لديك خبرة في مراحل متوسطة الحقيقة في العملية السياسية. وبالتالي أنا أقول دائما لكل النساء زميلاتنا أن يكون الهدف عاليا والسقف عاليا، ولكن يجب علينا أن نبدأ أيضا من الأسفل، يجب علينا أن نتطور بالمرأة خطوة ترى خطوة. الآن كل مؤسسات المجتمع المدني في تركيا رؤساؤهم رجال، ليس لأنهم أكثر كفؤا أو أكثر خبرة، ولكن لأنهم وجدوا هذه الفرصة واستطاعوا أن يستخدموا هذا الأمر أكثر من النساء. هذا رأيي الحقيقة. ولذلك نعم في تركيا عندما أسسنا الحزب في 2001-2002 الآن أكثر من 40 امرأة الآن في القيادات العليا في الحزب، ولكن إذا نظرنا إلى الزميلات في مكان آخر نعتبر أنفسنا محظوظين في الحزب. انظر إلى كل المدن المختلفة في حزبنا، نحن حملنا الكثير من النساء من القيادات الأولى في كثير من المدن إلى البرلمان، دائما هناك لدينا نساء في السياسة، وبالتالي نحاول دائما أن نزيد هذه السرعة. دائما نوصي أخواتنا وزميلاتنا النساء
أن يتوصلوا إلى ما يستطيع أن يتوصله إرادة الانتخاب، أن ينتخبوا أن ينتخبنا أيضا، أن يناقشوا ذلك مع العائلة، ثم بعد ذلك مؤسسات المجتمع المدني، المجالس المحلية، مؤسسات المجتمع المدني المختلفة. يجب علينا أن نعطي ذلك تلك الأمور أهمية كبيرة. بعد ذلك يأتي مجلس النواب. أريد أن أذكركم أن كنت في الصف الثاني في الجامعة، وفي الصف كان هناك الكثير من الطلاب النشيطين، ربما أنا أيضا رأيت أنهم أنشط مني بكثير. ثم بعد ذلك كانوا لا يدرسون، ثم بعد ذلك كانوا يحاولون تأجيل الامتحان، ونحن كنا ندرس كنساء الكثير من الدراسة، ثم بعد ذلك الامتحان يؤجل، ثم يؤجل مرة. بعد ذلك غضبت لأنهم يتعتدون على حقي، أنا أستعد للامتحان، هم يتجولون ولا يدرسون. ثم بعد ذلك اعترضت على ذلك. كان هناك أستاذ لنا لقبه كفتة، قلت له نريد أن أدخل الامتحان، أنتم تعتدون على حقي ولا أقبل ذلك أبدا. ولذلك قال نريد أن ننتخب. قال الأستاذ نريد أن ننتخب، ما زلنا في الصف الثاني، كيف إن الانتخاب؟ ماذا يعني ذلك؟ أعطونا 10 دقائق. والكل الآن أصبح يسأل بعضه البعض. بدأنا بحملة معينة، أنا قدمت لحملة نريد امتحانا، البعض الآخر أراد أن لا يكون هناك امتحان، ربحت ذلك الانتخاب بفرق صوت واحد، وبالتالي هذه أول تجربة ديمقراطية وأول نصر ديمقراطي لي. هذا الانتخاب وهذه العملية التي ربحتها أنا جعلتني ممثلا للصف، ثم بعد ذلك ممثلة للمدرسة وللجامعة، ثم بعد ذلك خطوة ثم خطوة. لماذا أقول هذا؟ ليكون نموذجا. يجب عليكم أن تنظروا دائما وأن تعطوا الأهمية لأول مكان الانتخاب. الآن أنت ناشطة مهمة جدا في الثورة السورية، ولديك دور خطير ومهم في ثورة السورية، سواء كان سياسيا أو في تشجيع النساء في ثورة السورية. لكن هناك من يقول أن دور المرأة مثل أمثالك بعد الثورة ستنتهي، لأن الثورة السورية تميل إلى ثورة إسلامية، والثورة ستكون ربما متطرفة في ميولها وفي اتجاهها. هل فعلا ستنتهي دور المرأة بعد سقوط النظام، وبعد أن استلم الإسلاميين، نفترض أن الإسلاميين استلموا الحكومة في سوريا، هل ستنتهي دور المرأة؟ هل لا تخاف من بالنسبة لمستقبلك أن دورك السياسي ستنتهي بعد الثورة، بعد نجاح الثورة؟ هلا طبعا أولا أنا يعني ليس عندي أدنى خوف بهذا الخصوص. يعني طبعا بداية أنا أقول أنه الآن نحن في سوريا للأسف يعني كنا نعيش حتى ما قبل حقوق الإنسان في عهد حافظ الأسد ومن ثم بشار الأسد. لذلك أنا أقول أن المرأة اهتمت في كل الفترة الماضية بموضوع تحرير الإنسان بداية، وانتزاع حقوق المواطنة، يعني أن تكون مواطنة أو مواطن. يعني لم نعمل كثيرا في مجال حقوق المرأة. طبعا كان هناك من يعمل بهذا الخصوص، كان هناك رجال أيضا يعملون بهذا الخصوص، ولكن كان الهدف الأساس لدينا هو استعادة مفهوم المواطنة وتحرير الإنسان بداية. أنا الآن أؤمن بأن هذا الشعب فعلا القادر القوي الشجاع الذي انتزع حقوقه كإنسان وكمواطنين لسنا رعايا، أنهم فعلا استطاعوا أن يستعيدوا مفهوم الكرامة والمواطنة حتى تحت سلطة غاشمة كسلطة بشار الأسد. لذلك اليوم ليس عندي أبدا خوف على نساء سوريا. طبعا هناك دائما وكأن عبارة عن فزاعة عند المجتمع الدولي، دائما أنا أسأل هذا السؤال، هل تخافين من مجيء الإسلاميين؟ أنا دائما أقول بأننا نؤمن بصناديق الاقتراع، لسنا أقل من أي دولة أخرى، هي فعلا تترك الأمور إلى صناديق الاقتراع. أنا من جهتي يعني ليس عندي خوف بخصوص القادم في سوريا، لأنه سيكون هناك صناديق اقتراع، سيكون هناك انتخابات ديمقراطية، وليأتي من يأتي، طالما أنه سيكون هناك لعبة ديمقراطية وسيكون هناك دستور وقوانين، فأنا كامرأة سأعمل حينها على انتزاع حقوقي كامرأة. ولكن نحن اليوم يعني أصبحت هذه الحقوق للأسف أصبحنا نعيشها وكأنها عبارة عن ترف، لأنه اليوم هناك حرب إبادة تشن في سوريا تجاه الكل. المرأة هي من تعيش الانتهاكات الأكبر. اليوم هناك اغتصاب للمرأة السورية، اليوم هناك 6,000 شهيدة يعني في سوريا. حتى موضوع المغتصبات في سوريا، هذا الانتهاك الجسدي الذي يحصل
بخصوص المرأة في سوريا عقابا لها وعقابا لزوجها وابنها وأخيها الذين هم يعني ينخرطون في هذه الثورة. حتى هذا الموضوع لم يعترف به حتى الآن المجتمع الدولي كما يجب، لأنه حينها سيكون لديه مسؤولية كبيرة في موضوع حماية المدنيين وفي موضوع حماية حقوق المرأة وحقوق الطفل. حتى الآن ليس هناك اعتراف حقيقي بهذا الخصوص. المرأة تعيش ظلما مضاعفا وتعيش أيضا انتهاكا مضاعفا بوصفها ثائرة بداية وسورية وبوصفها امرأة أيضا. ليس عندي أدنى خوف حتى لو أتى الإسلاميين، طال إذا كان أتوا عبر صناديق الاقتراع فأهلا وسهلا بهم. وأنا الآن يعني أتعامل يعني في الائتلاف الوطني هناك فعلا هذه يعني يعني هذه الفسيفساء الموجودة في سوريا، هناك الإسلامي وهناك العلماني، هناك المسيحي وهناك الدرزي وهناك العلوي وهناك السني، وكلنا نتعامل، هناك الإخوان المسلمين، نتعامل كلنا مع بعضنا البعض يعني على قاعدة أساسية أننا كلنا مواطنين سوريين بالدرجة الأولى. لكن لماذا عدد النساء في ائتلاف الوطني أو لماذا قليل يعني المؤسسة التي أنت تعمل فيها؟ يعني للأسف أنا يعني لابد من الاعتراف أنه حتى الآن نظرة المعارضة الكلاسيكية، أنا أتحدث عن المعارضة الكلاسيكية التي هي أساس يعني في بناء التكتلات السياسية التي تحصل اليوم، ما زال هناك يعني نظرة نوعا ما قاصرة، يعني ما زال هناك النظرة إلى النساء وإلى الشباب أيضا وكأنه يعني وكأنه عبارة عن زينة. يعني دائما هناك جسد الأساسي يكون من هذه المعارضة التقليدية الكلاسيكية، ويعني هناك النظرة بأنه لابد من وجود النساء ولابد من وجود الشباب وكأنهم عبارة عن زينة لهذا التجمع. هذا الوضع أنا أعتقد أنه هو ليس موجود في قوى التكتلات الثوري في سوريا، هو ليس موجود على الأرض السورية. يعني ما زلنا حتى الآن نناضل أنا الآن لا أطالب بكوتا من أجل النساء. أنا مؤمنة بأن الإمرأة التي فعلا تقوم بدور أساسي في الثورة السورية هي ستفرض وجودها حتى على هؤلاء الذين ما يزالون يعني يرون دورها وكأنه فقط عبارة عن زينة. نظرة قاصرة، يجب تغيير هذه النظرة. أليس هذه النسخة الموجودة في البرلمان الموجودة إلى حد ما ستنتقل إلى سوريا وستمثل الشعب السوري إلى حد كبير؟ بالتأكيد لا. اليوم يعني أنا أعتقد بأن وجود النساء يعني على الأرض السورية كثائرات وكأمهات شهداء وكبنات شهداء وأخوات شهداء لن يسمحنا باعتقادي عندما نعود إلى سوريا وعندما يكون هناك صناديق اقتراع يعني حقيقية وفعلية، لن يسمحنا إلا أن ينتزعنا حقوق الوجود، حقوق التمثيل السياسي، لأن المرأة اليوم أنا أعتقد أنها نصف الثورة. نعم. أستاذة منال، أنت ذكرت قبل قليل أن النساء سواء كان مسلمات مسيحيات ليبراليات قمنا بمشاركة الثورة، شاركنا في الثورة بشكل قوي. وأنا لما أستمع إليكن جميعا أجد هناك صوت واحد، ما أنكن أتيتن من بلدان المختلفة لكن تتكلمون بلهجة واحدة وهي قضية المرأة وهي قضية مشتركة. وفي ثورة المصرية كانت فيها مسيحيات ليبراليات يساريات يمينيات وإسلاميات، لكن بعد سقوط النظام يبدو أن هذا الاتفاق في دعم الثورة انتشرت، لم تبقى هناك وحدة بين الثوار أو ثوريات. ما المشكلة يعني هنا؟ أنتم في موضوع المرأة على الأقل تستطيعون أن تتفقوا، ولماذا لا يستطيع أن يتفق النساء المصريات في صوت واحد على الأقل من النساء فيما بينهن؟ يعني الحقيقة أنا قبل التساؤل بتاع حضرتك أنا كنت هشكرك أن أنت جمعت ثلاثة متفقين على رؤية واحدة للمرأة. يعني أنا بجد أنها كأنها تكمل حديثي والأستاذة كأنها تكمل حديثي أيضا، فأنا كنت هشكرك على كده قبل ذلك. نحن نشكركم كثيرا أنكم حضرتم من مصر، فده شيء جميل ان انت يعني حضرتك تقدر تجمع ثلاثة من بلاد مختلفة على رؤية واحدة للمرأة، حتى الرؤية اللي هي خاصة بالتركية تنمية المرأة سياسيا من بداية من وهي طالبة في المدرسة عشان تستطيع في الاخر تخش البرلمان مش من خلال الكوتا زي ما حضرتك بتقولي، فده رؤية صحيحة صائبة الى حد كبير.
لكن ايه وضع المرأة اللي هو في خلاف في مصر؟ الحقيقة عايزين نقول ان الواقع المصري يختلف عن الواقع الافتراضي او واقع الاعلام. ربما تؤدي او تظهر في شاشات الاعلام بعض الفئات اللي تحدث نوع من انواع الصراع سببه السياسة الإعلامية نفسها لإظهار الشعب المصري في خلل قيمي وخلل فكري وبين الثورة والثورة المضادة، لدرجة يعني هي درجة زائفة وليست حقيقية على أرض الواقع. واللي بيؤكد على كده نسب التصويت في الانتخابات، هي دي اللي هي تعتبر محك لاختيار المرأة أو مشاركة المرأة في العمل الديمقراطي أو عدم مشاركتها. فعندما يتم الإعلان من قبل البعض أو بعض ما نسميهم النخبة الليبرالية اللي هي كنا يعملنا في النظام السابق من خلال وسائل الإعلام أنهم لن يشاركوا في الدستورية ولن يشاركوا في وضع الدستور أو في العمل البرلماني أو ما إلى ذلك، ثم يأتوا للنزول مرة أخرى في المشاركة في العملية السياسية. فإذا أرض الواقع يختلف عن الإعلام الافتراضي من خلال الإنترنت أو الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي، كما يختلف عن السياسة الإعلامية لقنوات أصحاب الأعمال للنظام السابق. وبالتالي إحنا مش خايفين، يعني المرأة المصرية ما زالت تحمل القيم التي تفجرت في الثورة والتي تعجب لها الغرب قبل العرب نفسهم. فإحنا ما إحناش خايفين من هذه الاختلافات اللي هي أصلا إذا كانت فعلا واقعية فهي اختلافات صحية هتؤدي في النهاية إن تنوع اللي يؤدي في النهاية إلى تحقيق المصالح لجميع الأطراف، لأن دخول الأحزاب المختلفة برؤى مختلفة داخل البرلمان وفي المشاركة السياسية يؤدي إلى إثراء العملية الديمقراطية وإثراء العملية السياسية حتى لا يكون هناك فصيل هو الذي يهيمن على السياسة في مصر أو يهيمن على النظام ويحدث ما كان في السابق. أستاذة خالدة، أجد أنك نشيطة جدا منذ صغارك ومتمردة في نفس الوقت منذ أيام الدراسة في الثانوية، لذلك أصبحت شخصية سياسية حتى في مرحلة الثانوية، وبعد الزواج أيضا لم تترك السياسة وتواصلت في النضال السياسي وربيت 3 أولاد، ولديك زوجة أكاديمية، شخصية أكاديمية. كيف تستطيع أن تنجز كل هذه الأعمال؟ كيف تربي أولادك وأنت شخصية سياسية والزوج شخصية أكاديمية؟ يعني كيف يستطيع أن يتحمل زوجك في كل هذه الأمور؟ لأن في المجتمعات التقليدية خاصة الزوج ينتظر الخدمة، ومجتمع التركي أيضا لا يختلف عن المجتمعات التقليدية، الزوج ينتظر خدمة أو أنت لا تؤدي واجبك في البيت. Bizim evin erkekleri iyi adamlardı. الرجال والذكور في عائلتنا رجال صالحون. والدي رحمه الله كان جيدا وزوجي أيضا شخص صالح جدا. ليس لديهم عقد. وعندما يكون هناك عقدة للرجل هذا يمنع أو يخاف حقيقة من قوة زوجته وابنته. قوة والدي انعكست عليه فكان قوي. وزوجي ليس لديه عقدة لذلك قواني. لدينا قول في الأناضول يقول تجلس براحة شديدة جدا ثم بعد ذلك أتجول دائما وأعتمد على الرجل. هي كلمة جميلة جدا. السياسة نعم تأخذ وقتا، ولكن يجب عليكم في عائلتكم في البيئة المحيطة بكم ليست هي نفسها، ولكن يجب عليهم أن يدعموكم، الزوج الأب من الجنس الآخر. و المترجم يضحك أيضا، ربما عجبته هذا الأمر. يجب عليهم أن يكونوا أقوياء وأن يدعموا. أنا كنت محظوظ الحقيقة، كان لدي أب قوي يثق بنفسه ودخلني في كثير من الجمعيات. لم يكن لدي عقدة أنني أدخل ابنتي في الجمعية، ما الذي يمكن أن يقال عني. زوجي كان شخصا قويا، عندما دخلت لهذه الجمعية لم يقلق أبدا أن زوجتي تتقدم، ربما لم يخجل ولم يغار. هو شخص قوي
وقائد قوي أيضا لدينا الآن أن نعمل مع قائد للبلاد وقائد للحزب يريد أن تكون النساء قوية، وبالتالي أنا أعتبر نفسي محظوظة جدا، وبالتالي أنا أعمل بطريقة مريحة في السياسة، لست عنيدة جدا ولكن لدي طموح. ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا 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 أفهم السؤال. هذا وذاك. نعم. ربما لا أريد أن أوصل رسالة خاطئة، لست صدامية جدا ولكن أنا لست عديد جدا. عادة النساء يوافقن دائما على كلام الرجال، هذا نوع من النساء، ولكن إذا كانت المرأة تفكر بطريقة مختلفة من أين ظهر هذا يقولون، لأنهم غير متعودين أن تكون المرأة لديها رأي مختلف. أنا دخلت في الجمعية في العمل السياسي لم أفكر أبدا في يوم من الأيام أنني امرأة يجب علي أن أفكر بالطريقة الفلانية، لدي دماغ ولدي فكر ولدي عقل كما الرجال، وأستطيع أن أفكر، أستطيع أن أحلل، وبالتالي أتكلم برأيي. لا هناك فهم لبعض الذكور بعض الرجال، ربما لأنكم أنتم أيضا رجل وبالتالي تتكلمون عن أو تحللون، طبعا أنا أمزح، تحللون كلامي. لا لا هناك مفهوم خاطئ، أنا لست صدامية ولكن نعم أنتم محقون، لدي الطموح، لدي شخصية قوية، وخلال كل هذه الحياة إذا كنت قد نجحت في السياسة الحقيقة هذا له أن هناك ذكور ورجال في عائلتي ليس لديهم أي عقد وقد دعموني وساروا معي في الطريق. هناك من يقول أن المرأة في البرلمان إذا لا تمثل النساء أو إذا لا تمثل قضايا المرأة بشكل صحيح لا فرق بين المرأة، وجود المرأة في البرلمان ووجود الرجال. هل أنت تمثل المرأة بشكل صحيح أو تمثل أنت مثل واحد من الرجال يعني؟ لا في الحقيقة نعم، هذا ربما نحن الثلاثة وكأننا اتفقنا قبل الكاميرا وقلنا نفس الأفكار لكن لم نتكلم ولم نتعرف على بعضنا البعض قبل ذلك. موضوع الكوتا الذي ذكرته الأستاذة سهير، الحقيقة أنا أعتقد أن الكوتا ظلم للمرأة، أنا لا أعتقد ولم أطلب أبدا في يوم من الأيام أن يكون هناك كوتا للمرأة، لم أفضل ذلك أبدا ولم أطالب به. الكثير من النساء زميلاتي انتقدنني وسينتقدني ربما، ولكن كونوا متأكدين الكوتا هي الحقيقة لن تفيد أي امرأة ذكية. أتعرفون من ستفيد؟ ستفيد الرجال الأقوياء والذكور الأقوياء، لأنهم سيستثمرون ويستغلون المرأة. هناك كوتا معينة وعدد معين من النساء مطلوب، وبالتالي سوف يوجهون زوجاتهن وبناتهن إلى تلك الأماكن، وبالتالي سيملؤون ذلك الكوتا، ولكن هم سيمثلون وسينفذون السياسات كسلاطين معينين عبر هؤلاء النساء. وبالتالي إذا نحن استطعنا أن ننجح أن نأتي من الشارع إلى البرلمان، هذا الذي استطعنا أن نتغلب فيه على الكوتا ونحقق للمرأة ما أريد. هذه السياسات التي قمنا بها بحركات مؤسسات المجتمع المدني هي التي تقدمت هنا. نعم أنا أقبل أنه ليس أمرا سهلا، ولكن الكوتا أيضا لا تفيد النساء مثلنا. إذا لم نكن بنات عائلات شهيرة وعريقة بالسياسة أو أغنياء أو ما شابه أو لدينا اسم معروف في السياسة، هذا لن يفيد شيئا في الكوتا، الكوتا لن تفيدنا أبدا، وبالتالي أنا أرفض الكوتا، لا أطالب فيها. بالنسبة للنساء المناضلات المكافحات مثلنا لن تفيدنا، ولكن بعض النساء نعم أعتقد أنه سيستثمر بعض الرجال. نحن لم نتكلم خلف الكاميرا أول مرة. طيب هل هناك تضامن بين نساء حزب العدالة والتنمية ونساء حزب الشعب الجمهوري؟ أي أنتم أيضا تختلفون كما يختلف الرجال في البرلمان؟ نعم بكل تأكيد هناك اختلافات، هذا موجود في السياسة. أنا أرى أن أنا أقدم السياسة الحقيقة عن المرأة، عن الأطفال وتطوير العائلة، وليس فقط عن المرأة، هذا أمر مهم جدا، ولكن هذا ليس يعني أن لا أتكلم أبدا عن حقوق المرأة، ولكن أنا أتكلم دائما عن الأجيال والأطفال، هذا هو تخصصي في البرلمان. نعم لدينا استشارات وتناقش مع بعض الزميلات والزملاء، ولكن نحن لدينا أحزاب مختلفة، وبالتالي لدينا رؤى مختلفة في السياسة. لدينا نحن قانون في تركيا، أنا الذي قدمت مشروع القانون أن المرأة بعد أن تلد يجب أن يكون هناك حقوق للمرأة على الطفل، الطفل له حق على المرأة للأم لسنتين.
وبالتالي عندما تذهب الشخص أو الرجل إلى العسكرية إلى الخدمة الإجبارية لسنتين يمكن أن يكون متقاعدا ويحصل على كل المستحقات المادية، ولكن عندما تلد الأم ليس لها هذا الحق، ربما أن الطفل يحتاجها. يجب عليه أن يكون للمرأة حقها أن يكون لها إجازة كاملة في كل هذه الفترة. ناضلنا كثيرا من أجل هذا. الآن وصلنا إلى نقطة معينة، إذا أرادت النساء الآن في تركيا بعد الولادة يستطيعون أن يأخذوا إذنا كاملا خارج العمل لسنتين مستمرتين. أتعرفون أن هذا القانون عندما قدمته كمشروع لم أستطع أن أخذ دعما من امرأة واحدة في حزب المعارض، لأن هو يدعم المرأة ولكن تستشيرون، ولكن الكل يصفق لكم، ولكن عند المواقف في التلفزيونات دموع التماسيح، ولكن عند التصويت لا ترون أي واحدة من هنا تدعم كل أستاذ. ونحن وضعناها مادة في الدستور. جميل. نحن وضعنا هذه المطلب مادة في الدستور المصري الجديد بعد الثورة. إذن أنتم أيضا متقدمون في موضوع المرأة، يعني ليس كما يقول الليبراليين أن حقوق المرأة تراجعت في مصر يعني. لا. سنعود إلى هذا الموضوع بعد قليل. أستاذة سهير، يعني أنا أجد هناك كلمة واحدة بينكم جميعا، هل تحاولين في تركيا أن تأخذ تأييد نساء في تركيا أو دعم النساء في تركيا أو دعم النساء في كل العالم الإسلامي والعربي في دعم الثورة المصرية؟ هل هناك برلمان للنساء أو هل هناك أعمال مشتركة بين النساء في العالم العربي والإسلامي؟ أو حاولتم أن تأخذوا دعمهم أيضا في الثورة؟ هلا يعني اولا دعني اتوافق معها. انا فعلا اعتبر ان الكوتا اليوم هي انتقاص من حق المراه، وان الكوتا عندما تكون سوف تعطي الحق للرجل او سوف تعطي الحجه للرجل لكي يقول ان هذه الامراه موجوده هنا بسبب الكوتا وليس لانها يعني تماما تعادلني في مساله الوعي السياسي والنضال والحق في الوجود كمواطنه هي ايضا. هلا بهذا الخصوص يعني طبعا حتى الان اصبح هناك مؤتمرات بخصوص النساء، يعني بخصوص موضوع تمكين وجود المراه وايضا تمكين يعني وجود المراه في العالم السياسي، يعني في 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 هذا الحق بالذات. ولكن يعني الثوره السوريه فعلا اليوم تعيش ظروف جدا صعبه. ربما انت الان لفت نظري الى موضوع مهم. أنا أذكر أنه في اعتقالي في عام 2005 زميلتي في الزنزانة كانت الأستاذة ناهب بدوية، عندما كنا هناك قلنا أنه عندما نخرج من المعتقل لابد من أن يعني نعمل على تأسيس تجمع نسائي ولكن نسميه نساء من أجل الديمقراطية. عندها قلنا أنه لابد من الاستفادة من خصوصية المرأة من أجل الدفاع عن النساء والرجال والأطفال من أجل الدفاع عن المواطنين. الآن هذه فكرة فعلا مهمة، ولكن أنا لا أريد الآن الدفاع عن حقوق المرأة على أهمية هذا الموضوع. أعود للقول أنه الآن المرأة تدافع عن حقوق الإنسان، الآن المرأة تدافع عن حقوق الشعب السوري في الوجود وفي حقه في تقرير مصيره بشكل عام. نحن الآن في مواجهة آلة قتل. طبعا هذا لا ينفي أبدا، يعني أعود للقول كما قلت لك في السابق، أنا أدعو هنا من هذا المنبر أنا أدعو كل النساء السوريات إلى النزول وإلى التواجد مع الكتائب المقاتلة على الأرض حتى في الحديث عن بعض المتطرفين وهذه الأمور. يعني لابد من أن نعيد أبناءنا شبابنا، هؤلاء هم سوريين أيضا، أن نعيدهم إلى خط الاعتدال. وأنا أعتقد أن في هذا الخصوص هناك للمرأة دور كبير. يعني هذا الموضوع التكتل النسائي، وجود التكتل النسائي من أجل الدفاع عن الثورات هو محور جدا هام، ولكن هناك نحن لنا توجه بالعمل على الأرض في سوريا، لأن فعلا الآن هناك ظرف خطير جدا. ولذلك أنا أدعو زميلاتي بأخذ هذا الدور، بأخذ الدور من أجل أن يكون هناك فعلا لوبي للنساء في العالم من أجل الدفاع عن الثورات، من أجل الدفاع عن حق الإنسان وليس عن حق المرأة، عن حق الإنسان في تقرير مصيره، لأنه حينها بشكل أوتوماتيكي سيكون هناك حق للمرأة أيضا في تقرير مصيرها. أعتقد هذه الليلة كثير من المشاهدين أو خاصة المشاهدات الكريمات سوف يتواصلن معكم حتى تؤسسوا
اللوبي نسائي العالمي لدعم الثورة السورية. طيب بالنسبة أعتذر، أريد أن أضيف إذا أذنتم لي. السيدة الآن عندما استمعت لها تذكرت كثير من اللحظات، أننا في كنت في المجلس الأوروبي في البرلمان الأوروبي، في كنت قد زرت الكثير من الدول الأوروبية. هناك كان لدينا من ناحية السياسية والاقتصادية كنا في فترات ضعيفين جدا. في الاجتماعات الأوروبية والأمريكية عندما كنا نشارك فيها كانوا دائما يعطوننا درسا في ديمقراطية، يرفعون الأصابع أمامنا، يعطونا كوتا لتركيا، كوتا للعراق، كوتا لسوريا. وكنت أسأل النساء، أنتم هل تعرفون شيئا عن النساء التي اغتصبن في العراق، أو فعلتم شيئا لهن، أو هل تتحرق قلبكم للنساء المظلومات في سوريا؟ دائما كانوا يرفعون أصابعهم لنا ويعطوننا درسا في الديمقراطية. هؤلاء النساء أو حتى الرجال ليس ولا واحد منهم أبدا وقفوا الآن ضد الظلم، ولا يفقون معكم الآن في سوريا، لا يعطون أي بيانات صحفية ولا حتى اجتماعات. هذا أليس هذا مثيرا جدا وغريبا؟ الآن عندما نتكلم عن هذه القوة الحقيقة، المخلوقات الغريبة الذين يرفعون الأصابع ويعطوننا درسا في الديمقراطية، كانوا دائما ينادون بالكوتا، مقصدهم وهدفهم الحقيقة لا غير واضح بالنسبة لي، أستصعب أن أفهمه. وبالتالي كان لديهم بعض الأهداف من هذا الأمر. عندما أضع الأمور جنب إلى جنب أفهم أن الإنسان العربي والمرأة العربية وقوتها الحقيقة لا يريدونه، لا يريدون أن ينقذوا المرأة العربية من الاغتصاب والظلم، يريدون لا يريدوا أن يقووا المرأة، يريدون أهدافا أخرى الحقيقة. وبالتالي أنا أقول لكم وأقول لكل العالم، الكثير من النساء التي الحقيقة أنا يعني أنكر عليهن ذلك أنهم لم يدعموكم ولم يدعموا مصر حتى. شكرا. أستاذة منال، هل هناك كوتا في دستور الجديد في مصر؟ أو بشكل آخر، إن لم يكن هناك كوتا، الآن الاثنان متفقان على أن لا يكون فيها كوتا، لكن في مجتمعات التقليدية خاصة الذي لا يعطي فرصة النهوض للمرأة، أليس كوتا هو شيء مطلوب؟ هل هناك كوتا في دستور المصري؟ كانت هناك كوتا قبل الثورة، ولكنها كانت دعوة من أجل مسايرة النظام العالمي لحقوق المرأة، وهو الدفع بالمرأة بكوتا معينة داخل المجالس النيابية والبرلمان من أجل المشاركة الصورية والزائفة. فنساء لم يعدوا أصلا من أجل مشاركة سياسية، ويبدأ إدخالهم بالتزوير إلى مجلس الشعب، ويحكم أن هناك 60 امرأة في مجلس الشعب، وبناء عليه أصبحوا يدينون النظام اللي هو الديمقراطي بعد الثورة في مصر، على أنه لم يحقق للمرأة، وفقدت المرأة مكتسباتها التي كانت حصلت عليها من خلال الكوتا قبل الثورة، بنسبة لوجود نسبة 2% فقط من المرأة داخل البرلمان. ولكن أقول أن لو كانت هناك امرأة واحدة دخلت البرلمان وهي قادرة على التفاعل داخل هذا البرلمان، وقادرة على توصيل رسالة المرأة في الشعب المصري كله، وقادرة على إحداث التوازن وإحداث النهضة داخل هذا الصرح البرلماني، هي بمئة رجل، وهي بمئة امرأة أخرى دخلت بدون إعداد وبدون ومن خلال نظام لا يراعي كفاءة المرأة. وبقول أن بعد الثورة إذا لم تحصل المرأة على حقها بنفسها، وإذا لم تتح الدولة لها أن تأخذ حقها، فإذا لا تكون هناك ثورة. الثورة أعطت للمواطنين جميعا حقوقهم، والدستور المصري أعطى أكثر من 50 مادة بالمقارنة بالسيداو، وهو وثيقة الدولية لحقوق المرأة التي تحتوي على 30 مادة فقط، هو أعطاها أكثر من 50 مادة تستطيع من خلالها أن تعلو على المواثيق الدولية بكثير، أن تعلو عنها بكثير. وأتوقع، هل أنتم تريدون أن تعلموا ديمقراطية وحقوق المرأة للعالم الغربي يعني في مصر؟ هي أعلى بالفعل، هي ستكون أعلى بالفعل، لأننا عندما نقول أن المرأة أو تطالب الجمعيات اللي هي كانت تابعة للنظام السابق
أو التابعة للنظام الدولي بأن أن تكون كوتة المرأة 70% داخل البرلمان وهي قادرة على أن تكون 50%، فهي ظلمت المرأة. وإذا وضعت 30% من خلال الدستور أو وضعت 30% كوتة المرأة من خلال الدستور ثم حدث نوع من أنواع التنمية والديمقراطية للمرأة أن تتخطى هذا العدد، إذا إحنا ثبتنا نسب مئوية هي أقل من سقف الديمقراطية اللي ممكن أن تحصل عليها المرأة بعد الثورة. هل تتوقعين بعد الانتخابات أو في انتخابات القادمة أن مشاركة المرأة في البرلمان ستكون أكثر بكثير بدون قوتا يعني في الانتخابات المصرية؟ أنا في حين أن الحركات الإسلامية أو الحركات السلفية لديها موقف واضح في موضوع المرأة في مشاركة المرأة، وحركات السلفية تتقوى يوما بعد يوم. في ظل هذه الظروف هل تتوقعين أن المرأة سوف تشارك في البرلمان المصري أكثر من سابق يعني؟ نحن في مرحلة انتقالية ولابد أن نعترف أننا في مرحلة انتقالية. عندما تأخذ المرأة حقها الفعلي في الوصول إلى الممارسة السياسية من خلال البرلمان، تمام، في الحالة دي تستطيع أن تدخل بدون كوتا. أما الآن في وجود الصراعات بين الطوائف المختلفة أعتقد أنها لن تحصل على النسبة المطلوبة أو التي تتوازى مع إمكانيات المرأة المصرية ووجود عدد من الكوادر القادرات على المشاركة الفعلية في مصر. فبالتالي أنا أتوقع أن هذه النسبة أيضا ستكون نسبة أقل من واقع المرأة المصرية لأننا في هذه المرحلة، ولكن بعد ذلك إن شاء الله عندما تتبلور شكل الدولة وتكتمل مؤسسات الدولة أعتقد أنها ستأخذ حقها وأكثر بكثير جدا مما يتوقع المعادين للثورة أو الثورة. لكن في النهاية كل النساء سوف يترشحن من خلال الأحزاب السياسية، هل تتوقعين أن بعض الأحزاب السياسية الإسلامية سوف يزيد عدد النساء المرشحات في الانتخابات القادمة؟ أتوقع أن يزيد ولكن النسبة مش هتكون مرضية يعني. إذن قوتا أحسن بالنسبة للمرأة؟ لا ليست أحسن لأن المرأة مواطن قبل أن تكون مرأة. المرأة مواطن، المرأة حضرتك تستطيع أن تشارك بفعالية زيها زي الرجل، فأنا أظلمها لو حطيتها في قولبة أقولبها وحطها لي في شرناء وأقول كوتا لأنها ليست أقلية. المرأة في مصر نص عدد الرجال، يعني عدد المرأة قد عدد الرجال في مصر، فأنا ليه أقولبها؟ هي محتاجة أنها تشارك وترتفع درجة الثقة عندها في النفس أنها تشارك بالفعل من خلال الأحزاب أو من خلال الترشح مستقلة، وتستطيع من خلال أيضا الممارسة السياسية المختلفة وليست فقط عضو البرلمان هي شكل من أشكال المشاركة. هي تستطيع أن تكون وزيرة، محافظة، دي اللي احنا عايزين تكون في دفعة للأمام. ولكن هذه الأمور مرتبطة، ليست مرتبطة بالديمقراطية فحسب، ولكنها مرتبطة بثقافة الشعب، ثقافة الشعب نفسه وثقافة المرأة أن تضع لنفسها نوع من أنواع الثقة وترتفع الثقة عندها لانتخاب المرأة مثلها، لأن دي لسه ما زالت نسبة انتخاب المرأة للمرأة أقل مما نتوقع يعني. ربما لا أجد فرصة لأعود إليك مرة ثانية السؤال حتى نبقى معك قليلا. يعني أنت تعرفين جيدا هناك اتجاهات الليبرالية ربما متطرفة إلى حد ما هذه الأيام، واتجاهات الإسلامية أيضا التي لا تقف ربما موقفا مطلوبا في قضية المرأة وفي موضوع المرأة. أليس على الليبراليين حق أن يخافوا بالنسبة لمستقبل مصر فيما يقوم به بعض الإسلاميين أو بعض آراء رؤى الإسلاميين في موضوع المرأة؟ الحقيقة عندما قابلت بعض العضوات الليبراليات كانوا موجودات في الجمعية التأسيسية للدستور وانسحبنا من الجمعية التأسيسية للدستور، سألتها سؤال يعني هي يعني دايما تتخوف من الاتجاه الإسلامي أو ما إلى ذلك، سألتها سؤال هل وقفتي في طابور الانتخابات؟ فقالت لا. قلت لها هل وضعتي إصبعك في الحبر الفسفوري؟ قالت لا. فيعني قلت لن أكمل معك الحديث، فطالما أنت تبحثي عن المشاركة السياسية وتتكلمي عن المشاركة السياسية في المحافل الدولية وفي وسائل الإعلام ولم تمارسي وأنت كادر وعضو في الجمعية التأسيسية ولم تمارسي المشاركة السياسية كمواطن وليس كعضو برلمان، فكيف تبحثين؟ وعندما سألت أخرى
سألت امرأة أخرى أيضا كانت معي في لقاء في التلفزيون المصري، لماذا لم ترشح؟ هي كانت يعني تستقل عدد المرأة اللي هي موجودة في البرلمان أو اللي رشحها حزب الحرية والعدالة. فكم سألتها كم عدد من رشحتموهم في حزبكم؟ فقالت لا أحد. طب لماذا؟ سألتها لماذا؟ قالت لأن ليست عندنا كوادر ولم نعد امرأة لهذا العمل. إذا هذه المشاركة إذا كانت مشاركة زائفة فهنا يجب أن يكون لنا موقف. شكرا. أستاذة خالدة، أمامي دقيقة واحدة حتى أعود إلى أستاذة سهير من جديد. في تركيا النساء يصوتن في الانتخابات بإرادتهن الشخصية أو يصوتن بإرادة زوجاتهن؟ بالتأكيد أنهن يتأثرن من الأزواج وأيضا التأثير من المرأة للزوجة أيضا، ولكن أيضا الآن ما زلت الآن سعيدة جدا، أريد أن أقول أني سعيدة جدا مع هاتين المرأتين في نفس السلسلة في نفس البرنامج، وبالتالي كانت تتكلم عن التأثير وليس فقط الرقم والكوتا، وهذا الحقيقة هذه المرأة تتكلم عن مرأة بمئة رجل. الحقيقة أنا متأثرة جدا وأنا سعيدة جدا بهذا الوجود، وبالتالي كما ذكرت قبل قليل أن يجب عليكم أن تقفوا وتساندوا الحقيقة النساء، وبعض من الرجال لا يدعمون المرأة بشكل صحيح جدا، وبالتالي يجب علينا أن نكون نماذج صحيحة، يجب علينا أن نكون نماذج وأمثلة جيدة وقدوات لمن يأتي بعدنا، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى دخول النساء أكثر وأكثر في السياسة، وبالتالي الكثير إذا لم نكن نحن موجودين في هذه السياسة السياسية سوف يكون هناك نماذج سيئة هي التي تقود نسائنا وبناتنا وأخواتنا. كناخب الحقيقة ليس فقط النساء التي تتأثر من الزوج، ولكن أيضا الرجال يتأثرون أحيانا بآراء زوجاتهن، وبالتالي نحن في القسم النسائي في حزب العدالة والتنمية نثمن ذلك كثيرا. نحن نذهب إلى كل المواطنين في كل الحي ليس فقط مع النساء، لذلك أعتقد أن أستاذ سهير وصلنا إلى نهاية البرنامج وبقي لنا ثواني قليلة، ماذا رسالتك الأخيرة بالنسبة للثورة السورية؟ رسالتك إلى الشعب السوري ورسالتك إلى نساء العالم اليوم 8 آذار للمرأة للعالم أو المرأة يعني طبعا بداية أنا أدعو اليوم كل نساء العالم فعلا للوقوف إلى جانب الثورة السورية. أعتقد أن نجاح هذه الثورة يعني فعلا سوف يكون مؤثر على 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 كل العالم. يعني الانتهاء من هذا الإرهابي اللي اسمه بشار الأسد اليوم هو لصالح كل العالم أعتقد. لذلك أنا أدعو نساء العالم إلى هذا اللوبي الذي تكلمنا عنه، وأعتقد أن هذه بداية مهمة اليوم من أجل أن نبدأ هذا اللوبي من خلال الثلاث سيدات وأنت بالطبع معنا. وأنا أقول لثوار سوريا في بعض الأحيان الرجال يلعبون دورا إيجابيا للنساء طبعا بالتأكيد. وأنا فعلا عندي دعوة لثوار سوريا. ثوار سوريا اليوم يعني من أجل الوفاء لحقوق الثورة السورية ومن أجل الوفاء لروحية الثورة السورية، أنا أدعو كل رجال سوريا وكل ثوار سوريا إلى يعني عدم الانتقاص من حقوق المرأة، إلى النظر إلى هذه المرأة بوصفها مشاركة كسوري بالدرجة الأولى معهم، مشاركة في كل الأعمال وليس فقط الانتقاص من حقها يعني بتوصيفها أنها فقط تعمل في الإغاثي وفي الإنساني، هي أيضا مقاتلة، هي أيضا سائرة، هي أيضا عاملة في المجتمع المدني وفي المجالس المحلية. من أجل الحفاظ على روحية الثورة ووفاء للثورة السورية اليوم لابد من النظر إلى الإمرأة السورية بأنها هي فعلا مواطنة، هي ثائرة وليست سبية ولا رعية. مشاهدينا الكرام، لكل بداية نهاية، اليوم أيضا وصلنا إلى نهاية البرنامج. قضية المرأة قضية طويلة لا تنتهي. أنا بعد أن كتبت رسالة الماجستير عن المرأة في أثناء الماجستير بدأت أتكلم في موضوع المرأة، اليوم أيضا قدرا تكلمت وخضت في موضوع المرأة. اليوم كان معنا ضيفات كريمات، أستاذ سهير العطاسي من ثورة السورية من ائتلاف،
وأيضا كانت معنا دكتورة منال أبو الحسن من مصر، أيضا من ثورة المصرية في الحقيقة، ودور تكلمنا معها دور المرأة في ثورة المصرية. أيضا معنا أستاذة خالدة إنجاكرة من حزب العدالة والتنمية التركي. أشكركم جميعا لكل المشاهدين، أتمنى أن تبقوا بالخير، وننتظركم في أسبوع المقبل في نفس الساعة وفي نفس الوقت في أمان الله.